في ظلال السيرة. حين بكى موسى عليه السلام في السماء بعد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بأخيه عيسى ابن مريم، صعد عليه السلام للسماء الثالثة، وهناك شاهد نبيا أعطاه الله نصف جمال الرجال، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم، إذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج به إلى السماء الرابعة، وفيها قابل النبي الذي قال الله فيه: ورفعناه مكانا عليا. قابل إدريس صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد صلى الله عليه وسلم نحو السماء الخامسة، حيث لقي النبي الفصيح خليفة أخيه موسى ووزيره، فقال جبريل: هذا هارون فسلم عليه. فسلم فرد هارون ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد صلى الله عليه وسلم للسماء السادسة، فقابل نبيا طويلا مكتنز العضلات كأنه من رجال أزد شنوءة، فقال جبريل: هذا موسى فسلم عليه. فسلم عليه ورد موسى ورحب به، لكنه رغم ترحيبه شعر بمرارة أبكته حالما غادر النبي صلى الله عليه وسلم، فسئل: ما يبكيك؟ فقال عليه السلام: يا رب، هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. لم يكن ذلك البكاء حسدا من موسى لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لأمة محمد، فالحسد يموج هناك على وجه الأرض، يملأ قلب أبي جهل وأمثاله. الحسد أخرج إبليس من الجنة، وحول ابن آدم قابيل إلى قاتل. الحسد ليس من صفات الأنبياء والصديقين والمؤمنين. موسى عليه السلام يبكي حسرة وأسفا لعناد أمته وتعنتها بعد كل الذي بذله وعاناه من أجل هدايتها. موسى عليه السلام يحب أمة محمد ويعطف عليها، وسيثبت ذلك في هذه الرحلة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فصعد إلى آخر السماوات، وهناك رأى ما لا يستطيع وصفه من عوالم. هناك رأى بيتا يطوف به آلاف الملائكة، فتوجه نحوه فرأى نبيا جالسا عنده مسندا ظهره عليه. تأمله صلى الله عليه وسلم جيدا، تأمل وجهه وتكوين جسده، فلم ير وجها ولا تقاسيم ولا أعضاء تشبهه مثله،
فقال جبريل عليه السلام: هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه. فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال: مرحبا بك من ابن ونبي. يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به، ونظرت إلى إبراهيم فلا أنظر إلى إرب من أعرابه إلا نظرت إليه مني. ثم سأل جبريل عن هذا المكان المقدس الذي تطوف به الملائكة ويسند إبراهيم ظهره عليه، فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه. أخذته صلى الله عليه وسلم هيبة المكان، لكن إبراهيم عليه السلام أخذه إلى أمته، حمله رسالة ووصية لنا، وصية تهفو إلى أرض الأحلام والآمال ومهوى الأفئدة والدعوات وملتقى الأحبة. فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التراب عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعليك السلام يا خليل الرحمن ورحمته وبركاته، وجزاك الله عنا خير الجزاء. غادر عليه الصلاة والسلام، فيا ترى ما الذي رآه من عوالم بعد السماء السابعة؟ لا إله إلا الله.